أهلا وسهلا بكم يا محبي الفن. نحن هنا اليوم لنستذكر معا أحد أعمدة الفن المصري الذي ترك بصمة لا تنسى في قلوبنا جميعا. اليوم نستذكر معا رحيل النجم انسطع في سماء الفن المصري، إنه الفنان الكبير حسن يوسف الذي ودعنا تاركا إرثا فنيا خالدا. لقد كان حسن يوسف رمزا للإبداع والتفاني في العمل الفني. لم يكن حسن يوسف أو إمام الدعاء كما يحلو للبعض تسميته مجرد ممثل، بل كان فنانا شاملا استطاع أن يجسد أدوارا متنوعة بمهارة فائقة. فقد نشأ هذا الفنان في أحد أحياء مصر البسيطة ليبدأ مسيرته الفنية في خمسينيات القرن الماضي، حاملا في قلبه رسائل سامية وقيم إنسانية راقية. كانت بداياته مليئة بالتحديات، لكنه استطاع بفضل موهبته وإصراره أن يتجاوزها. من منا لا يتذكر دوره الرائع في فيلم التلميذة، حيث أبدع في تجسيد شخصية الشاب الطموح الذي يسعى لتحقيق أحلامه، أو مسلسله الشهير ليالي الحلمية. هذا المسلسل الذي أصبح جزءاً من ذاكرة الدراما المصرية بفضل أداء حسن يوسف المتميز. لطالما عرف حسن يوسف كيف يلامس وجداننا بأدائه الصادق والمتميز. كان يمتلك قدرة فريدة على نقل المشاعر والأحاسيس بصدق وإخلاص. شكل مسلسل إمام الدعاء نقطة التحول في مسيرته الفنية، حيث جسد شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي ببراعة منقطعة النظير. هذا الدور لم يكن مجرد تمثيل، بل كان تجسيدا حقيقيا لشخصية عظيمة. ومنذ ذلك الحين ارتبط اسمه بهذا اللقب المحبب إلى قلوب المصريين. لقد أصبح حسن يوسف رمزا للإيمان والتقوى بفضل هذا الدور الذي لا ينسى. قدم لنا نموذجا للفنان الملتزم، جاعلا من الفن وسيلة للإصلاح والتغيير الإيجابي، لا مجرد تسلية عابرة. كان هذا الفن نودع هذه القامة الفنية، تغمرنا مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الإنسان العظيم. لقد كان حسن يوسف مثالا يحتذى به في الالتزام والإبداع. فلم يكن حسن يوسف مجرد ممثل، بل كان رمزا للقيم والمبادئ النبيلة. كان يسعى دائما لنشر الخير والمحبة من خلال أعماله الفنية. ندعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. فقد كان حسن يوسف إنسانا عظيما قبل أن يكون فنانا. إلى اللقاء في فيديو جديد نستحضر فيه ذكريات الفن الجميل. سنظل نذكر حسن يوسف بكل حب وتقدير. شكرا لكم على متابعتكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.